يا صباح الخيرات والليرات والخيارات الصحية. دائماً لما منفكر نعدل بسيستم حياتنا منطلع شو مدخلاتنا. حاولوا أنه مدخلاتكم حتى الغذائية تكون صحية، ومن أهمها طبعاً الخبز، لأنه نحن نستهلك كميات خبز كتير خلال اليوم. هاي كانت من أهم القرارات اللي أنا فعلاً اعتمدتها من أكثر من سنة، خبز الريف الصحي، واللي حالياً أخصائيين تغذية صاروا يدرجوه ضمن خططهم الغذائية، رح أحكي لكم عنه. طبعا خيارات متنوعه، فيكم تاخذوا العالي بالالياف، خبز الشعير، بذور الكتان، الشوفان، وفي غيرها كثير. الحلو انه هذا الخبز مناسب للنباتيين، حبوب كامله، غني بالالياف، للناس اللي عندها سكر، رائع جدا صراحه. طعمته وريحته من اروع ما يكون، وحتى الباكينج كثير راقي، بالاضافه الى انه طريقه طلبه كثير سهله. رح احط لكم كل التفاصيل، ما تنسوا تقولوا انكم من طرفي، وصحه وهنا.